السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم كوزين ام زي. اليوم بغيت نهضر لكم على التجربه ديالي الشخصيه، كيفاش تعلمت اللغه الاسبانيه وكيفاش تغلبت على المخاوف ديالي بعد ما كنت في الاول يا خو كيقول لي الاسباني او الجوري كيقول لي غير اولايك بليسيف، كنتزير وكنحمر الى مرتبه انني كنتعرف على الناس وكنشوف معاهم الهضره، ودي كنتعرف على الاسبان على الكوار وتعلمت اللغه الاسبانيه. المهم نحكي لكم الطريقه كيف كنت كنعامل كيف كنت في الاول وفاش تبدلت، يعني بعد اجتهاد وعزيمه تحولت من شخص الى شخص. المهم داكم كيفاش بديت نتعلم اللغه الاسبانيه. المهم انا كنت باقي في المغرب، عدلت كلغه ثانيه، عدلت اللغه الاسبانيه في الثانوي، قريتها لمده 3 سنوات في الثانوي. ثم كنعرفوا بان الاسبانيه اللي كيقريو في المدارس المغربيه كتكون ضعيفه بعض الشيء، لذا في الحقيقه ما استفدناش بزاف. كنشكر يعني كان الدافع وراء اننا تعلمنا شوش الاسبانيه بسرعه، لان حنا هنا في الشمال في مدينه، بالضبط في مدينه المضيق، مجموعه من الكلمات اللي كندرج بيناتنا كتكون باللغه الاسبانيه، مثلا كوتشارا يعني معلقه، تينيدور يعني الشوكه، بزاف المسائل كننطقوها باللغه الاسبانيه. بدات لي العزيمه ان اذا كنت عندك غرض شي حاجه، عندك بانك خصك تعلم واحد اللغه ولا خصك تعلم شي حاجه، راه تعلمها باي طريقه. الى درجه انني تخيل يعني من الابتدائي حتى الثالثه الاعدادي، فهاد الاعدادي حتى البكالوريا ما كنتش كنعرف المعنى بالفرنسي، ما كنعرفش المعنى ديال اتخ او افوا، ما بغاوش يدخلوا لي في الراس، ما بغيتش نعرفهم، ما دخلوليش في الراس، رونوني جعلوني نكره الفرنسيه. فوقاش عرفت المعنى ديالو؟ فوقاش نهار اللي تعلمت اللغه الاسبانيه. نهار اللي تعلمت اللغه الاسبانيه عندك عرفت شنو الدور اتخ او افوا في الفرنسي، اللي هما بالاسبانيه بيربوسير و افواغ، هي كاين جوج ديال الفيربوس ولا جوج ديال الافعال في اللغه الاسبانيه اللي كيدلعوا الدور ديال فيرب افواغ، هما فيرب افير و فيرب تانير. مع العلم ان الكونجيكيزون في الاسبانيه صعيبه بزاف على الكونجيكيزون في الفرنسيه، لان اللغه الاسبانيه فيها فيربوس ولا الفيرب الريغولاريس، يعني الفيربوس اللي كيتحولوا بزاف، يعني كيكون الفيرب حاجه ملي كتبغي تحولو كيرجع حاجه واحده اخرى، مثلا فيرب بولبير، مثلا بولبير هي العوده، بولبير ملي كتبغي تصرفو كيرجع بولبو، يعني لا علاقه، كيرجع من بولبير بولبو. مثلا فيربو سير، سير كيبدا سوي ارس، يعني كتبدل مره في التحويل. والجميل في الاسبانيه اللي مزيانه في الاسبانيه اللي كتجعلها سهله انك تتعلمها، وهي ان الكلمه كيف مكتوبه كتقراها، ماشي بحال الانجليزيه. مثلا في الانجليزيه كتبقى مكتوبه حمادي، ولكن في النطق كتنطق المرضي ولا معطي، ماشي بحال الاسبانيه حمادي عتقرا حمادي، يعني كيف مكتوبه كيف كتقرا. هذه مش سهله الاسبانيه، يعني دغيا تعلمها دغيا الكلمه دغيا تقراها، اسبانيه دغيا تقراها، ما تعتبر معها حتى شي مشكل، العكس الفرنسيه والانجليزيه. المهم كيف قلت لكم انني ما جبرتش مشكل في اللغه الاسبانيه، ملي كملت البكالوريا خديت البكالوريا مشيت مباشره قريت في واحد المدرسه اسبانيه هنا في تطوان عندنا، سميتها خوان دي لا سيربا، يعني التكوين المهني ديال اسبانيا اللي كيقريو فيها الاسبان، الاسبانيين هما الاساتذه اللي كيقريو في هذيك المدرسه. لحد الان باقي ما مشيتش خديت الدبلوم ديالي من ديك المؤسسه، دابا تقريبا 10 سنين من ساليت القرايه تما، باقي ما خديتش الدبلوم ديالي. المهم كيف قلت لكم الفيديو اللي قبل بانني قرت عامين في المدرسه هذه الاسبانيه، من بعدها كنت عدلت الفيزا وطلعت لاسبانيا. كنت حكيت لكم في الفيديو اللي فات كيفاش الطريقه كيف خديت الفيزا، وعطيت بعض الشروط وبعض النصائح اللي يمكن لك تستفد منهم، والاخطاء اللي كيديروها عاده الناس باش تتفاداهم وتاخذ الفيزا ديالك. المهم اللي طلعت لاسبانيا جبرت مشكل كبير في اللغه الاسبانيه، داكشي اللي كنت كنقرا هنايا ماشي هو اللي جبرت تماك. المشكل اللي كان عندي هو انني ما كنقدرش نهضر مع الاسبان، يعني كنعرفهم شنو كيقولوا لي، ولكن باش نهضر معاهم انا باش
نتحاور معهم ما كنعرفش، ماشي ما كنعرفش يعني ما كنزعمش، يعني في الجهد ديالي نركب واحد الجمله فيها ثلاثه الكلمات، هذا الجهد ديالي. يعني يعني الهضره ولا الكلمه قبل ما نقولها كندورها 40 50 مره في الراس ديالي عاد كنقولها. هذه الطريقه الخاطئه، الطريقه الخاطئه اللي كنت كنعدلها، اللي كنت كنمارسها باش عدم الثقه، وهي عدم الثقه في النفس. الطريقه اللي كنت كنديرها هذه خاطئه جدا، ما كنصحش بها شي واحد. اذا كنت كتقن شحال شني ما تعلمتي غير طلق، تعلم تحاور مع الناس، حاول دار ما تخافش يضحكوا عليك. هذا المشكل اللي كان عندي انا، هو كنت كنخاف انهم يضحكوا عليا، كنت ما كنبغيش نضحك، خاف نقول شي كلمه ما تكونش هي هذيك ويضحكوا عليا ولا شي حاجه. ولكن العكس، هما عارفين بانك انت اجنبي، عارفين بانك انت لا تتقن لغتهم. العكس ملي كتشوفها كتقول اذا قلتي غير اولا بونوس دياس كتفرح. تخيلتي ان حنا الاسبانيين كيجي عندنا المغرب اذا قال غير سلام عليكم كنفرحوا، اوه برافو مزيان كتهضر العربيه كتفهم العربيه. العكس حنا اكثر منهم، انا العكس كنت كنفهم شنو كيقول كل شيء، ولكن المشكل ما كنبغيش نهضر، ما كنقدرش نهضر، مش ما كنقدرش نهضر يعني كنخاف يضحكوا عليا، المهم شي حاجه بحال هكا. غيكون بزاف الناس كيوقع لهم هذا المشكل هذا. الطريقه خواتي الطريقه خاطئه، الطريقه استفدوا منها. اذا بغيتوا تتعلموا شي لغه تعلم شي لغه وتبدا براكتيكي، يعني شي كامل بس تعلم خصك براكتيكي، يعني خصك تبدا تحاور مع الناس، هضر مع الناس، حاول دير واخا كتخطا ماشي مشكل، خطا خليهم يضحكوا. مثلا اللي غيضحك عليك هو مغربي حقا، اذا قلتي شي حاجه شي هضرتي شي لغه ولا قلتي شي كلمه بالاسبانيه ولا باللونجلي ولا باي لغه قدام مغربي، المغربي يضحك عليك. بالحق اوروبي ما يضحكش عليك، عارف بانك هذيك اللغه ديالك راه كيشوفك احسن منه، هو في الحقيقه كيشوفك احسن منه بانك انت كتقن اللغه ديالك وكتقن حتى اللغه ديالو. فالمهم فين عرف بان الثقه بالنفس هي مهمه باش تعلم اي لغه. هي كان عندي واحد الصديق ديالي تما في اسبانيا، كان مستوى يعني مقارنه انا وياه اللغه الاسبانيه ديالو رديئه جدا، يعني تقريبا ما كيعرف كلمات غير بساطين هيدا. وتشوفوا مع الناس كيهضر مع الاسبان تقول هذا يعني كيهضر بواحد الثقه، عنده كلشي اخطاء. تقول له اخويا راه كتخطا بزاف، راه عندك اخطاء بزاف بزاف. كيقول لي لا ما كنخطاش، هذوك ما كيفهمونيش شنو كنقول، كيفهمونيش شنو كنقول، انا كنفهم شنو كيقولوا، هذاك هو المهم. وانا ما بغيتش نزيد نحفظو كثر هيدا، يعني قلت له يا ريت انك تزيد تعلم لانك زعما الاخطاء بزاف، يعني لا بس هما اسبان باش كيعرفوك، اما شي واحد اخر ما يعرفش شنو كتقول. شحال مره كنستغرب فيه، بعض المرات كيتعرف عنده اصدقاء اسبان وكيتهاود معاهم وكيهضر معاهم، وساعه ساعه كتجمع معاهم انا، هو كيهضر بواحد الطلاقة، واخا كلشي أخطاء كلشي أخطاء، كيهضر بواحد الطلاقة وأنا كنعرف إسبانيا أحسن منه، ما قادرش نقول تا أولا تا السلام عليكم، ما قادرش نقول، كنخاف عادي نقولها ونخطأ، ولا قبل ما كنقول الهضرة خصني نحاولها ونعوضها مزيان ونعدلها في كلمة ونعوضها تيكونوا مسألة ومهودو ومشاو بحالهم، أنا باقي لا كنركب الكلمات كيفاش غنقولها وكيفاش أنا هذا، وفي الآخر كنقول لا معتز خليني ساكت. ما خصكم تعلموا في الدرس مزيان، لان انا في الاخر تعلمت منه وشفت فيه وقنعني هو بحقيقه، قال لي عتلق يعني قنعني بانني خصني نهضر واخا بكلمات اللي جوج كلمات اللي كنعرفهم نتهاود بهم، واخا نكون كنعرف غير اولا اولا اهلا لاباس بخير، خصك تعلم وتبقى تهضر بها وتحاور بها مع الناس. ماشي مشكل واش تفهم، هما عارفين بانك انت اجنبي وبانك انت ما كتعرفش اللغه ديالك. هذاك الشيء اللي درت، يعني بديت كنزعم بحالو، بديت كندير بحالو، العكس بعض المرات كنتعمد نخطا باش نزعم راسي. المهم اخواتي هذا هو الدرس، هو انك ما تحشم حتى شي واحد، راه ماشي اذا خطيتي يقول لك اجي يلا نديك للمغرب ولا يرجعك للمغرب ولا يزول لك الوراق حيتاش خطيتي في الهضره ولا خطيتي قلتي شي كلمه ماشي هي هذيك. العكس كيعجبهم هما الحال، العكس كيعجبهم الحال. انا كنت كنقرا في مالاغا، واحد الاستاذ كان كينيدني دابا ساعة، كينيدني أنني نوض نشرح، يعني كيبدا يشرح في القسم، ملي كيسالي الشرح كيسقسينا كيقولنا واش فهمتو، كلشي كيقولو إياه، نتوما كنعرفو كلشي كيقولو إياه، هادو الناس كبارين، الشباب كبارين، الناس 30 سنة 40 سنة كانوا كيقراو معايا، وملي كيسالي كيشوفني كنسمى أنا المغربي الوحيد اللي معاهم، كان كيسقسيني كيقول لي محمد أسنتنديدو واش فهمتي، عرفتي هذا؟ كنقول له سي يا عرفت، كيقول لي يلا نوض شرح لنا. او على مشكل، كنوض
كان بدا نشرح كنحاول ما امكن هذاك نشرح لهم وهذا المهم كيبان يذقني مزيان وانا كنت ما كنحملش. تخيل انت باللغه العربيه كتكلم اللغه العربيه وكيلزقني داك الاستاذ اللغه العربيه كيقول لك خويا نوض هضر الصبوره ولا نوض شرح لينا في الصبوره ما كتحملش غير لحظه. يعني كتهضر باللغه العربيه وكوش ومع الناس باللغه العربيه وكتحشم ولا ما كتقدرش كتخاف عليك يضحكوا عليك. تخيل انتينا كاين يدك انتينا مغربي واللغه ديالك ناقصه ضعيفه كاين يدك تشرح الاسبان انتينا مغربي اللغه ديالك ضعيفه كاين يدك تشرح الاسبان. واحد التبيضيقه كنت كنحس بها واحد التقريضه كيعمل لي زعما لا مثيل لها. نط نهار الاولي نهار الثاني عامل لي نفس المهضره قال لي نوض شرح لينا واش نشوف واش فهمتي. انا كنحاول فهمت وكيت ممكن نحاول نشرح له انا كتسمى فاهم الدرس كنحاول نشرح هيدا باشارات نص بالهضره ونص بالاشارات. انا كنت كنظن بان داك السيد كيكرهني ولكن كنشوف كنشوف بانه كان كيبغي المصلحه ديالي وهذيك الطريقه مزيانه باش انني نحارب الخجل ديالي اللي كنت كنحشم ونتكف نفسي ونوض نشرح الاسبان واخا ما كنعرفش اللغه مزيان. صدقت انا في هذيك العشيه ملي خرجوا التلاميذ مشيت لعندو هنا شرحت له ما خصنيش يعاود يبيضقني مره ثالثه. قلت له حقا شوف انا قلت له خوسي شوف انا حقا كنعرف شي اللي كتقول ولكن المشكل عندي في الاكسبريسات يعني ما كنقدرش يعني عندي مشكل هو في الحوار يعني ما كنفهمش نركب الكلمات باش نقول لهم على بعض. يعني اذا نقول لك جمله ماكسيم نقول لك جمله جوج مورا بعضهم ونسكت نطبلوك كنطبلونطا. قال لي انا عارف بانك انت عرفتي الدرس بالطريقه كيف شرحتيها عارفك بانك استوعبتي الدرس. قال لي ثانيا انا كتعجبني الطريقه كيف تهضر بها يعني كيعجبني في اللغه الاسينتو ديالك كيف كيقولوا اسينتو هي مثلا اللهجه. في الحقيقه عجبني الكلام ديال الاستاذ هذا وكذلك داك الصديق ديالي وعدلت واحد التحدي قدامي انني نتعلم ونتحدى هذا الخجل هذا ونتحدى هذا عدم الثقه في النفس. وبديت كيفاش الطريقه بديت كنتعلم اللغه العربيه الاسبانيه في التلفازه كذلك كنت كنزمم العبارات اللي مزيانين يعني اللي كيتقالوا بزاف كنزمهم كنتعلم كنعطي مجهود اكبر باش كنتعلم. واحسن حاجه باش تتعلم هي انك تقرا بصوت اعلى حيتاش اذا ولفتي الصوت ديالك حالي حيتاش اذا كنت انت اللغه ديالك ضعيفه وزائد خصك تعمل واحد القوه باش تهضر بالجهد غتجبر مشاكل. خصك دائما تتعلم تهضر باللغه يعني بصوت اعلى باش تتعلم اللغه الاسبانيه ولا اي لغه. كنكون كنتفرج مسلسلات بالاسبانيه كنبدا نعاود دائما هما كيهضروا وانا كنعاود موراهم يعني هما كيهضروا وانا كنعاود بصوت اعلى. كنكون بوحدي في الدار كنجلس هما كيهضروا وانا كنعاود موراهم هما كيهضروا اي كلمه قالوها كنهضروا كنعاود موراهم. ملي كتعجبني شي عباره كنعاود كنسجلها عندي وكنبقى نعاودها. كذلك كنعمل واحد التحدي انا اللي مثلا ملي كنكون ماشي للمدرسه ولا راجع كنمشي في الطوبيس الطوبيس تقريبا كيعدل لينا شي ثلث ساعه حتى نصف ساعه كنجلس عندي ما نجلس مع شي واحد. تحدي عندي بحال بزز من نفسك تهضر مع السيد اللي قدامك تعرف عليه واخا ما عندي غلط فيه ما عندي حتى شي حاجه المهم خصني عين نبراكتيكي معاه كتخلص عليها شي حاجه كتخلص عليها حتى شي حاجه باطل بالمجان. الناس قدامك في الطوبيس تحاور معاهم بولا بخير لاباس مزيان صحه لاباس كلشي بخير الطوبيس ماشي مقطع في الافلان ياك قول لي خاين له مقطع اللي مزيونين هنا انت راه واخا انا عارف المقطع تما عارف الدنيا تما ولكن كنحاورو ما كنقول له لا لا كنقرا لا كنخدم لا حتى شي حاجه. كنقول له انا جيت تورست عندكم هنايا مالاكا وخصنا نعرف اماكن اللي مزيانه يا خو العاس تعجبو الحال يبدا يشرح لك لا مينتينا كتقول انا جيت من المغرب جيت هنايا توريس كنتسارى وخصني نعرف مناطق هنايا ونتسارى اعطيني زعما المناطق اللي مزيانه كيبدا هو يشرح كيعجبو الحال كيبدا يشرح لك لا واحد المقطع زوين هذا مشي للطري المقطع في الفلاني مشي للانجليزي المقطع في الفلاني وتينا بدا تسقسي ايوا الانجليزيه بعيده شحال قريبه وتينا كتبراكتيكي. نهار الاولى عاد جيت صعيبه نهار الثالث كذلك نهار الثالث الرابع الخامس عاد رجع لك عادي جلس في الطوبيس ولا جلس في المترو ولا الكار ولا في اي مقطع جلس ضد هذاك اولا اهلا لاباس بخير مزيان وابتسامه طبيعه الحال ابتسامه وبدات تسقسي عطيت تعرف راسك باش ياخذ عرف ما عندي كل عقله باغي تسعى منه ولا تطلب منه شي حاجه اغلبيه ملي كدير معاه الحوار كيقول له عقله عاد طلب له شي حاجه. حتى دائما بدلوا بالطريقه هذه باننا انا توريست انا جيت سياحه لهنا المنطقه وخصني نعرف الدنيا هنايا اغلبيه ما كيسقسكش مينتينا اغلبيه ما كيقولكش مينتينا كي مباشره كيبدا يشرح لك. الحوار تقريبا يوميا كنهضر مع الناس وهذا
حتى شي واحد ما قرضني ولا شي واحد قال لي ما خصنيش نهضر معاه ولا حتى شي واحد هذا. بعض المرات كنطيح مع كنسمع شي واحد كيقول لي عقلي اسباني كيصدق هو روماني ولا هذاك كتسمى او لا كنعرفوا بانه حتى هو يحتاج الى اللغه يعني ما يستفدش من حتى شي حاجه. كنقول له شكرا مزيان بخير ميتينا كيقول لي بابا متشرفين صافي 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 كنجلس هذا. وكنصحكم كنصحكم تعاد المجهود ديالكم كامل اللي تتعلموا اللغه. انا بقيت في المغرب تقريبا فوان ديال سيرفا كنت تخيل ما كنعرف ماشي ما كنعرفش كنعرف الكلمات وكنعرف ولكن ما كنفهمش نتحاور ما كنفهمش نركب الكلمات مع بعض. فوقاش تعلمت ملي بديت بالضبط بديت كنستعمل الطريقه هذه. المهم كنتمنى الفيديو ديما يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا ان شاء الله. تجربوا تحدوا الخجل ديالكم وتحدوا عدم الثقه ديالكم وحاولوا تتعلموا وحاولوا تتعلموا وتبراكتيكوا. اللي مهم في اللغه هي البراكتيك. يعني كاين الناس كنعرف الناس عمرهم ما شدوا الكتاب في يدهم ما كيعرفوش يقراو كيتقنوا اللغات اللغه الاسبانيه والانجليزيه والفرنسيه يعني كشي كامل بالتحاور. كنعرف ان الناس في اوروبا دوزوا اكثر من 15 سنه 20 سنه اقسم بالله اقسم بالله اولا ما كيقولهاش معوض قسما بالله اولا غراسياس شكرا بالاسبانيه ما كيقولهاش معوض. علاش كيعمر عين مع المغاربه ولا يبذل ما كيبذلش شي مجهود في الاسبانيه خصوصا دابا مؤخرا باش تاخذ الجنسيه كيلزموا عليك انك تعرف اللغه الاسبانيه وماشي اسبانيا فقط مجموعه من الدول. لذا بزاف الناس كتجبر مضربين مود 20 سنه خصو يدفع على الفيزا على عفوا على الجنسيه ولكن ضعف اللغه الاسبانيه ولا اللغه الاجنبيه اللي الدول اللي فيها هو ما كيتقناش بالتالي ما كيحصلش عليها. المهم كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا يكون عجبكم. اذا عجبكم شجعونا بلي لايك كتشجعونا بلي لايك بالكومونتير ديالكم عطيونا الاستفسارات ديالكم الحاجه اللي عجبتكم الحاجه اللي ما عجبتكمش باش نستافدوا منها وان شاء الله نقدروا نعدلكم عليها فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.